السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقرأ مع بعض يا شباب الكتاب بتاع الباثولوجي، عشان برضو الألفاظ بتاعة الكتاب في بعض الأحيان هنتك على حاجات، الحاجات دي بالنسبة لك مهمة، بيحبوا اللفظ زي ما هو، عشان إن شاء الله بإذن الله الباثولوجي محتاج تكرار زي ما اتفقنا، عشان كده إحنا كل حصة بنعيده وبنكرره عشان إن شاء الله بإذن الله تحفظه بشكل لطيف. في آخر كل برانش إن شاء الله هنعمل حصص تحفيظ نحفظ فيها البرانش بعد ما نكون فهمناه بشكل كويس. طبعًا إحنا بادئين زي ما أنتم شايفين بحاجة اسمها الإنفلاميشن. طبعا انا ما بداتش زي الكليه بالانفلاميشن عشان خاطر اللي بعد كده مترتب عليه، يعني احنا على ما نوصل للنكروزس هتلاقوا شابتر النكروزس ما بياخدش اصلا 10 دقائق في الشرح ان شاء الله. طبعا في البدايه بيقول لي تعريف انفلاميشن، زي ما قلنا في الحصه اهم كلمه لوكالايزد رياكشن او لوكال تشينج، بتحصل في اي ليفنج تيشو لما يتعرض لانجرس ماتيريال او فورين بادي لجسم غريب، بشرط ان الانجري ده ما كانش سيفير، ما كانش شديد بشكل كافي عشان يعمل ديس، لان احنا متفقين ان الديس بيسموها نيكروزس. طبعا الانفلاميشن بياخد المقطع ايتس ما عدا بعض الحاجات اللي مهمه في الامتحان. طبعا جولوفايتس يعني في اللسان، جاسترايتس يعني في المعده، هيباتايتس في الكبد، كوليسيستايتس في الجول بلادر، سيستايتس في اليورينري بلادر، لكن اللي مشهورين نمونيا التهاب الرئتين، وبلوريزي التهاب الغشاء البلوري. وطبعا زودنا عليهم احنا في الحصه واحده مهمه قوي في الامتحان اسمها ستوماتيتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا ماوس. طبعا الاسباب زي ما اتفقنا في الحصه فورين بادي ايا كان هو ايه، فالكلام ده كلام مش مهم بس هنقراه على السريع. فيزيكال زي تروما، خبطه، هيت، حراره، كولد، الكتريسيتي، راديشن، طبعا اشعاع، الكلام اللي احنا عارفينه بنعديه. كيميكال ايجنت زي اسيدز، الكاليز، ايرتنت اويلز او اي ماده كيميائيه بتعمل تهيج او استثاره، الجسم بيعتبرها جسم غريب. ليفنج تيشو، حاجات حيه بقى طبعا زي فيروس، بكتيريا، فانجاي، باراسايتس اللي احنا بناخدها في المواد الثانيه. مشكله في المناعه، مشكله نيوتريشنال، ايا كان طبعا ايه اللي مكتوب في الكتاب. طبعا نفس الاسباب دي هنشوفها في كل شابتر، لكن لما الاسباب بتزيد الموضوع بيزيد. تايبس اوف انفلاميشن اتفقنا بيبقى اكيوت، سب اكيوت، وكرونيك. واحنا في الحصه قلنا ايه؟ قلنا ان السب اكيوت دي حاله مؤقته بس، فهو في العادي اكيوت وكرونيك. اكيوت يعني سادن اونست او اميديت اونست او رابيد اونست، يعني ظهور الاعراض بتاعته سريع شويه ولكنه بيخلص بسرعه، شورت ديوريشن من اورز لدايز. طبعا اهم سؤال امتحان احنا قايلينه، مين الخليه المسؤوله عن الاكيوت انفلاميشن؟ ما بوليمورف نيوكليير ليكوسايت، بولي مورف نيوكليير ليكوسايت، قلنا عشان طالعه ضد خناقه مش عارفه ضد مين فبتطلع بكل الاسلحه. سب اكيوت اتفقنا هي حاجه ما بين الاكيوت والكرونيك، كرونيك جرادوال اونست ولكنه لونج ديوريشن بيقعد من مانثز ليرز، الخلايا بتاع المناعه اي حد تاني، لكن الموست كاركترستيك هي البلازما سيل، ده اللي هنقوله قدام كمان شويه. طبعا احنا بنفكر حضراتكم بس بالشرح بشكل سريع. طيب الفينومينا اوف اكيوت انفلاميشن اللي هو الباثوجينيسيس، اللي هو الحدث حصل ازاي؟ طبعا رقم واحد وده سؤال امتحان، دي اهم حدث. هيقول لك في الامتحان مين اهم حاجه بتحصل في الاكيوت انفلاميشن؟ هي الفاسكولار فينومينا. الفاسكولار تشينجز هيحصل مومنتري فازو كونستريكشن، طبعا دي اتفقنا ليها احنا لنفسنا، احنا بس على ما الجسم يقيم الوضع، لكن هيحصل في العادي فازو دايلاتيشن للارتريول اللي هي الشرايين الصغيره والكابيلاريز اللي قريبه من التشو ده عشان خاطر تودي له كرات دم بيض. ده هينتج عنه ريزلت ان انكريزد كوانتيتي اوف بلاد فلو، هزود كميه الدم اللي رايحه للمنطقه الافكتد. بمعنى اصح لفظ بيحبوه في الامتحان اسمه هاي بريميا. هاي بريميا يعني دم كتير، راح دم كتير للمنطقه دي، وبالتالي ده اللي بيفسر اللي بيحصل فيه ريدنس وهوتنس. طبعا اعتقد الكلام لطيف خالص ان شاء الله. مارجينيشن اند اميجريشن اوف ليكوسايت. مارجينيشن اوف ليكوسايت انها هتقف على المارجن، هيحصل انكريزد فاسكولار بيرميابيلتي ببساطه كده. يقول لك هي ساعه ما الدم يجي الدنيا هتبقى واقفه، ده هنقراه دلوقتي في سطرين قدام. فالدبليو بي سيز هتترصص على الاطراف على المارجن فسموها مارجينيشن. وعشان الوعاء الدموي وسع يبقى البرميابيليتي زادت، الاخرام وسعت يعني النفاذيه زادت، ده هيتسبب في اكسترافازيشن. اكسترافازيشن يعني حاجه طلعت من جوه الفاسكولار لبره، يعني من الدم لبره هيطلع السائل بالخلايا بالبروتين، وده اللي احنا عايزينه اصلا، فسموها اكسترافازيشن اوف بروتين ريتش فلويد. طبعا اللي ناسي احنا قلنا هو بروتين ريتش، مليان بروتين، بالذات بروتين اسمه الفايبرين، لان الفايبرين ده هو اللي هيخلي الاطراف بتاعه الانفلاميشن صلبه عشان ما ينتشرش الفورين بادي. This cause the RBCs، الار بي سيز طبعا بتبتدي تتركز اكتر لان جه دم كتير، وطبعا الار بي سيز او كرات الدم الحمراء مسؤوله عن اللزوجه، فهتزداد اللزوجه فده هيبطئ الدم، يحصل استجنيشن او ستيزس. ستيزس او استجنيشن يعني ايه؟ راكد، واقف.
طبعا ده هيساعد ال WBCs انها تعرف المكان اللي هي موجوده فيه، وهيساعد انها تعدي للناحيه الثانيه، اللي هو هيساعد ال WBCs انها ليف ذا اكزيال ستريم، سابت نص الدم وقامت رايحه على الاطراف، عشان كده سمينا اللي حصل مارجينيشن. خلاص؟ طبعا في الاخر كلمه ملهاش لازمه بس هنقولها، ان المارجينيشن افكتد باي اديزيف مولكيول، يعني ال WBCs بعد ما بتوصل بتلزق ببعض المواد في اطراف الوعاء الدموي عشان تستعد انها تنط. فطبعا الحاجات اللي بتلزق فيها دي بيسموها اديزف، اديزف مولكيول، اديزف يعني بتعمل التصاق. طيب خلاص لزقت، المفروض تعدي بقى immigration at the same time، هتعدي من الدم للتشو. الفاسكولار اندوثيليال سيل اللي هي الخلايا بتاع جدران الوعاء الدموي طبعا تنفخت سوالون، والجابس بقت كبيره قوي، الاخرام وسعت زي ما بيقولوا، فالليكوسايت اللي هم البوليمورف اللي لسه قايلين عليها من شويه، والمونوسايت اللي هتعمل ماكروفاج هتطلع بالسودوبوديا الاقدام الكاذبه، وسكيب اوت سايد ذا بلاد فيسل ثرو ذيس جيبس. طبعا كل الكلام ده يا جماعه بالفهم، احنا بنقرا عشان نريحكم بس، لكن انت فاهمه خلاص. بعد ما بتعدي افضل بنتريشن او بعد ما تخترق الوعاء الدموي، الموفمنت بتاعها ايه اللي هيوجهها بقى للمكان في النسيج اللي فيه الفورين بادي، عمليه مهمه جدا جدا هنقولها قدام اسمها الكيمو تاكسس، اللي هو احنا قلناها في الحصه الاكتيفيشن، ان كل نوع من الفورين بادي بيجذب نوع معين من كرات الدم البيضاء. فورميشن اوف انفلاماتوري اكسود، لو فهمنا خلاص الموضوع سهل. ايه هو الاكسود ده؟ هو منظر الخناق، هو كرات الدم البيضاء بالسائل اللي عدى معاها من البلازما وهم ماسكين في خناق الفورين بادي. فطبيعي يقول لي هو بروتين ريتش فلويد، مليان بروتين عدى من خلال الوعاء الدموي للانترستيشيال تيشو، يعني راح للمكان اللي فيه الفورين بادي، وده بيفسر لك ليه في سويلنج، ليه في انتفاخ في الاكيوت انفلاميشن. طيب الاكسود قد يكون حاجه من اتنين، لو كان الخناقه شديده قوي ومليان خلايا مناعه وبروتين كتير قوي، لان احنا طالعين ضد فورين بادي تقيل شويه يسموها اكسود، لكن لو الموضوع بسيط يسموها ترانسدوت، وانا شبهتها لكم في الحصه باللي بيطلع من مناخيرك. لو بيطلع من مناخيرك مخاط وقت البرد هسميه اكسود مخاط، انما لو طالع ميه بتسح ميه والموضوع بسيط شويه يسموها ترانسدوت. فبالتالي المقارنه ايه؟ زي ما قلنا في الحصه كده ويز لاف بالحب. اهو قال لي الاكسود السبيسيفيك جرافيتي الكثافه النوعيه بتاعته اللي بتدل على اللزوجه اكتر من 1018، طبعا هناك العكس، لونه سترو ان كلر شبه القش كده اصفر مخضر معكر تربد، الاسبكت بتاعه تربد، يعني الراجل بيبقى معكر مخاط، في بروتين اكتر من 3 جرام، مليان فايبرين طبعا بيلزق، كواجولام دي يعني جلطه بيلزق بالبلدي زي ما بيقولوا، طبعا انت اكيد عارف ومجرب وانت صغير، وطبعا مليان خلايا مناعه كتير، هناك العكس تمام ومن غير ما توجع دماغك، ميه زي ما بيقولوا، يعني السبيسيفيك جرافيتي يقول لي ده طبعا ما هياش لزجه، بيبقى كلير او بيل يلو، بتبقى الاسبكت كلير طبعا، ميه، بروتين مش كتير، مفيش فايبرين، ما بتلزقش دي ميه، واخيرا ما بيبقاش فيها خلايا مناعه كتير. واضح الكلام يا شبابنا؟ يبقى اكسود لو كانت شديده، ترانسود لو كانت خفيفه. طيب ايه الميكانيزم؟ ازاي عدت؟ لا دي عارفينها وحافظينها وفاهمينها كويس قوي، الدفع والظروف. انا وفرت الظروف ووسعت الاوعيه الدمويه والاخراج وجبت الدبليو بي سي، ناقص الدافع، فالدافع ان انا هزود قوه الطرد في الوعاء الدموي اهي، زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بلاد بريشر، طبعا ده بسبب الفازو دايلاتيشن فجه دم كتير فالضغط زاد فعديت، زياده الكابيلاري بيرميابيليتي الاخرام وسعت، ادي الظروف، ودافع كمان ان حتى في المنطقه بتاعه التشو بقى فيه بروتين كتير عدى من الاخرام، فبالتالي زود قوه الجذب بس في التشو، فسموها التشو اوزموتيك بريشر اللي كنا راسمينها على السبب. طيب مما يحتوي الاكسيت؟ لا دي سهله، دي بدماغك، فلويد بارت وسيلولار بارت، منظر الخناقه كان فيه خلايا وده الاساس وشويه سائل. طب الخلايا جزء منها جاي من الخلايا ذات نفسها فبيسموه هيستوجينوس، اللي قلت لكم في الحصه كانوا واقفين في البلكونه فشافوا الخناقه فنزلوا يساعدوا زي الهيستوسايت والبلازما سيل والليمفوسايت والماست سيل، وجزء اللي انا عملت الحوار ده كله عشان اجيبه من الدم فسموه هيماتوجينوس بارت، هيماتوجينوس يعني جاي من الدم. خلاص طبعا بيديني مثال بقى ان البلازما دي يا جماعه لو شلنا منها عوامل تجلط معينه بيبقى اسمها سيرم، يعني لو جبت شويه بلازما شلت منها عامل التجلط عشان ما تتجلطش بيسموها سيرم، طبعا معاها شويه فايبرين معاها كرات الدم البيضاء اللي انت باعتهم عشان يتخنوا، طبعا مليانه بروتين كونتنت زي ما قلنا من شويه ولازم. طب ما وظيفه الاكسبرت ليه؟ انا عامل خناقه عشان الم الموضوع، فالموضوع عبيط اهو. بصوا بقى بالترتيب، ان انا بصوا بترتيبنا احنا رقم ثلاثه الاول عشان اللوكاليزيشن، في فايبرين بيحوط اسلاك شائكه عشان خاطر نلم الموضوع ونموت الفورين بادي، دايليوشن اند نيوتريشن اوف بكتيريال توكسينز، نشيل اي حاجه من الريحه، نجيب انتي بودز تتخانق معانا، ان الاكسود ذات نفسه هيعمل فاجوسايتوز انجلفمنت وليكويفاكشن،
انجلف يعني يبلع، ويطلع بروتيوليتيك انزيم اللي بتدغدغ الفورين بادي، تعمل له ليكوفاكشن تدوبه عشان تدوب المكان ده بالفورين بادي وتحضره بعد كده للهيت. يعني بالترتيب 3 4 2 1 الم الموضوع لوكاليزيشن، اكل الفورين بادي، اكل اي حاجه من ريحته، اجيب انتي بوديز للمكان ده. واضح الكلام يا شبابنا؟ طيب كيمو تاكسس بقى، قلنا كيميكال اتراكشن، اعمل جذب لكرات الدم البيضه للمكان اللي فيه الفورين بادي. مين اللي هيعمل كيمو تاكسس؟ كل اللي واقفين في مكان الخناق. شفت اللعبه؟ مواد كيميائيه طالعه من الدامج التيشو هنحكي عليها قدام. الاورجانيزم ذات نفسه، الفورين بادي ذات نفسه، كرات الدم البيضاء الليمفوسات وهي ماشيه بتقوم سايبه خبر، بتسيب ماده اسمها الليمفوكينز او خليه اسمها الليمفوكينز تجذب ليمفوسايتس اكتر. النيتروفيل نفس الوضع، بتطلع ناس اسمهم ليوكوترينز يجيبوا كمان. عارف انت زي ما كنا بنقول في الحصه وانت رايح تتخانق، فبتقوم ايه سايب خبر لبقيه الرجاله يحصلوك. والكومبلمنت سيستم اللي بيجي يكمل الموضوع اللي بيديله رمز سي، سواء سي 5 اي او سي 3 اي هنقولهم قدام. خلاص كده؟ طبعا دول كل اللي موجودين في منظر الخناقه. الفورين بادي ذات نفسه شويه خلايا من اللي باظت في مكان الخناقه، وخلايا المناعه اللي راحت تتخانق سابت خبر لخلايا مناعه تانيه. الموضوع سيلكتيف وسبيسيفيك، يعني ايه؟ مميز، ان كل نوع بيطلع لحاجه بعينه. الكوكاي البكتيريا الكرويه بيطلع لها بوليمورف نيوكليير ليكوسايت، بس اللاي بيطلع لها مونوسايت، الفيروس بيطلع له ليمفوسايت، واخيرا الباراسايت دي مهمه قوي بيطلع لها ايزينوفيل. طيب عمليه الفاجوسايتوز برضو جزء سهل قوي في الكتاب. عمليه اكتف عن طريق الفاجوسيتك سيل اللي تقدر تبلع. الموضوع عباره عن ايه؟ هتاكل المايكرو اورجانيزم، الخلايا اللي ميته، اي فورم بادي في المكان، وتنظف عشان تجهزني للهيلينج. طيب هتاخد ثلاث خطوات برضو، الكلام سهل. ريكوجنيشن، اتعرف على المكان والفورم بادي واعمل اتاتشمنت، امسك فيه ابلعه. انجلفمنت، ادغدغه واطلع عين امه، كيلينج زي ما قلنا من شويه. خلاص يا شبابنا، يبقى ريكوجنيشن، انجلفمنت، كيلينج. طبعا بيقول انها امبورتنت ميكانيزم جدا، بيساعد في الامبورتنت ميكانيزم ده ان في مواد بتفرز اسمها الاوبسنز. الاوبسنز دي يا جماعه اللي قلناها في الحصه البهارات اللي بتخلي طعم الفورين بادي حلو عشان خاطر الفاجوسايتس تيجي وتتشجع تاكله. مين هي الفاجوسايتس؟ وده سؤال امتحان مهم. البوليمورف دي المايكروفاج، وقلنا في الحصه المونوسايت هي الماكروفاج. طبعا المونوسايت لما بتروح الخلايا بتتحول لحاجه اسمها الهيستوسايت. تمام؟ يبقى مونوسايت ماكروفاج، بوليمورف مايكروفاج. سؤال من الاسئله المهمه قوي، كيميكال ميديتورز اوف اكيوت انفلاميشن. دول انا حكيت لكم قصتهم، مجموعه من المواد بتطلع من النسيج اللي بايظ ذات نفسه، او بتبقى بتلف في الدم وتقوم داخله للنسيج اللي بايظ تساعد. المواد دي بنسميها لوكال هرمونز، او في الفارما هنسميها اوتاكويدز ان شاء الله كمان شابترين. واضح الكلام؟ المواد دي بنسميها باسم المصلحه اللي بتعمل، هي هنا هتعمل انفلاميشن فهنسميها انفلاماتوري ميديتورز اللي بيعملوا الانفلاميشن. These are chemical substances may be circulating in plasma. اهو او require activation، موجودين في الدامج تيشو اتسيلف، طالعين من الانفلاماتوري سيلز ذات نفسها. وظيفتهم يعملوا الانفلاميشن يا جماعه، مش لازم تقرا اللي مكتوب، اهو بقول لك هم بيعملوا الفازو دايلاتيشن، بيزودوا البرميابيليتي، بيعملوا مارجينيشن، اميجريشن، بيعملوا كيميوتاكسيس، بيشرفوا على كل خطوات الانفلاميشن. الاكزامبلز هتحفظها عشان سؤال امتحان. في ناس بوليبيبتايد زي الكالكرين والبريديكاينين، في طبعا المشهورين قوي فازو اكتف امينز، ان هم بروتين، سوري بروتين، هم عباره عن بروتين ولكنه بروتين شغال في الاوعيه الدمويه. طبعا اشهرهم الهيستامين والسيروتونين، كلكم عارفينهم كويس. بروستاجلاندين دي هنحكي قصتها كتير جدا، اللي بتطلع من البوليمورف. لايسومال انزيم، بكتيريال توكسينز، والكومبلمنت سيستم، دول كلهم الناس اللي بيشرفوا على حدوث الانفلاميشن. طبعا احنا مش بنشرح، بس انا بحاول برضو ايه افكر حضرتك بالشرح. مانيفستيشن اوف اكيوت انفلاميشن اظن انتوا حافظينها، صمم الحصه، ريدنس، هوتنس، سويلنج، لوس اوف فانكشن دي. اما جنرال جمعناهم في فاهم، مش فاهمه، فاهم زائد ليوكوسايتوز. فيفر اللي هي ارتفاع درجه الحراره اللي كان انا حكيتها لكم من الفارما بالتفصيل، ان بتطلع مواد اسمها بروستاجلاندين اي 2 اللي تطلع تشتغل الهايبوثالامس، عشان كده الادويه اللي خافضه الحراره بتوقف البروستاجلاندين دي. الاي انيروكسيا، فقدان الشهيه او لوس اوف ابيتيت. الاتش هيديك، والام ماليز يعني وهن وويكنس وضعف. خلاص؟ طبعا زياده في كرات الدم البيضاء ده طبيعي لان هي دي اللي هتيجي تتخان. بعد كده سيلز اوف انفلاميشن، بوليمورف نيوكليير ليكوسايت، عارفين كلامها كلها. سؤال هي اهم خليه في الاكيوت انفلاميشن، هي المايكروفاج، هي اللي لما بتموت بتتحول لبصل صديد.
الليمفوسايت بتبقى طبعا اي خليه بعد كده كرونيك، احنا قلنا الخليه الوحيده الاكيوت هي البوليمورف، الباقيين دول كلهم كرونيك عشان ما تقعدش تقرا كتير. البي هي اللي بتصنع الانتي بودز، والانتي بودز دي قلنا في الحصه هي بلازما بروتين اسمه جاما جلوبيولين، او احنا بنسميه بتاع المناعه اميونو جلوبيولين اي جي. والتي ليمفوسايت بتطلع الليمفوكاينز اللي احنا قلناهم فوق اللي بيجيبوا كرات خلايا دم اكتر واكتر. البلازما سيل دي، البلازما سيل دي على سؤال الامتحان ان هي اهم خليه في الكرونيك، بتخزن وتطلع الجاما جلوبيولينز او الاميونو جلوبيولينز الانتي بودز اللي اتصنعت في البي ليمفوسايت اصلا. يعني قلنا في الحصه البي ليمفوسايت بتصنع انتي بودز اللي بتفرز وتتخزن في البلازما سيل. الماكروفاج في الخلايا بيسموها هيستوسايت، في البلد اسمها مونوسايت زي ما قلنا فوق. طبعا بيبقى فيها اباندنت سيتوبلازم يعني كميه ضخمه من السيتوبلازم، وفيزيكولار نيوكلوي يعني فيها فيزيكلز كتير اللي هتحاول تخليها تدغدغ اي فورين بادي بعد ما تبلع. قادرين يعملوا فاجوسايتوزس لطبعا المايكرو اورجانيزم ذات نفسه، للاجسام الغريبه، للدبرس اوف ديد تيشو اللي هو بقايا الخلايا الميته، حتى الديد بوليمورف ذات نفسها. فبقول عليهم سكافينجر يعني ناس بينظفوا، ناس عمالين يلفوا وينظفوا وبيحضروا المنطقه للريبير. طبعا هم مهمين جدا في عمليه المناعه، ده كلام عبيط، وبيطلعوا مواد منها الكومبلمنت اللي كان بيساعد. طبعا من الهيستولوجي انتوا قلتوا لي في الحصه انكم فاكرين كويس ان في الليفر اسمها فون كابفر سيل الماكروفاج، في اللنج اسمها الفلر ماكروفاج، الماكروفاج اللي في البون اسمه اوستيوكلاست، اللي في الجهاز العصبي اسمه مايكرو جلايال سيل. بعد كده الايزينوفيل قلنا بتاع حساسيه وعدوى طفيليه، يا رب تبقوا فاكرين حساسيه وعدوى طفيليه، بس في ناس بتقول ان هي بتساعد في بعض انواع الحساسيه، فنسمع بقى الكلام. بارتيكولار سين ان حساسيه الرجي وباراسيتك انفكشن عدوى طفيليه. وظيفتها بيقولوا انها لسه اماتر اوف ديسكشن، يعني في الناس متردده، بس في الاساس قلنا ريليس سبستنس بتطلع مواد تضاد انتاجونايز الهيستامين والسيروتونين والبراديكاينين اللي بيعملوا اعراض الحساسيه. فبالتالي يبقى هي ضد الحساسيه. وبتطلع انزيمات تقتل الباراسايت، يبقى هي ضد العدوى الطفيليه زي الشيستوميول اللي بيقتل الشيستوسوم. اون ذا اذر هاند بيقولوا انها زي البرونكيال ازمه كده، دي حساسيه الصدر يا جماعه اللي هو الربو الشعبي، بيقولوا ان الايزينوفيل بتعمل لها اكزاجريشن بتزودها. فكده يبقى الموضوع ايه؟ ماتر اوف ديسكشن زي ما قلنا. ان هي بتزود بعض انواع الحساسيه وبتقاوم انواع حساسيه ثانيه. ماست سيل وبيزوفيل مش بتوع مناعه، دول بيطلعوا هيستامين وهيبارين وسيروتونين، وبالتالي هم بيتسببوا اصلا في حساسيه. جاينت سيل لما يكون الموضوع شديد قوي يقول لك خليه كذا خليه هتلزق في بعض فهتبقى مالتي نيوكليتد، لان هيحصل وده اهم سؤال في الامتحان. بصوا كده نيوكليير ديفيجن وتزود سيتوبلازميك ديفيجن، هنقسم النواه من غير السيتوبلازم، يبقى الخليه هتبقى ضخمه وفيها ايه؟ نيوكليس كتير قوي. واضح الكلام يا شبابنا؟ الامثله لانجر هاندز، ميجا كاريوسايت دي موجوده في نخاع العظام، ستيوكلاست، فورين بادي جاينت سيل، تيومر جاينت سيل، هودجكن جاينت سيل، اشوف جاينت سيل، هناخدهم كلهم. افتكر اللانجر هانز دي بتاعت التي بي بس هنحتاجها قدام. واضح كده الكلام يا شبابنا؟ طبعا احنا مجمعين في الحصه، احنا اتكلمنا عن التعريف، عن الاعراض، عن الاسباب، عن الباثوجينيسيس، عن الخلايا، وحاليا هنتكلم في اخر عنوان اسمه التايبس اوف اكيوت انفلاميشن. مهم قوي التقسيمه دي في الامتحان، اظن احنا حفظناها في الحصه ان شاء الله. سابيرتيف ونان سابيرتيف، قلنا سابيرتيف اللي بيبقى فيه صديد، ونان سابيرتيف. نان سابيرتيف كاتارس، سودو ممبرينس، سيرس، فايبرنس، سيرو فايبرنس، الرجيك هيموراجيك. السابيرتيف بقى لوكاليزد وديفيوز، ديفيوز دي كارثه، ده ضربني مفك في الانفلاميشن ان هو ما عادش لوكاليزد. سيليولايتس او حاجه اسمها فليجمينيس، ما تنسوش اللفظ ده بيجي في الامتحان. انما اللوكالايزد ابسس خروج او دمل او ابسس في اماكن معينه، في منطقه فيها هير فوليكل او سيبشوس جلاند بنسميها بويل اور فرانكل، تحت الجلد كاربانكل، فلازم تبقى حافظ المنطقه دي يا جماعه. طيب النون سابيرتيف بقى نحكي عن كل واحد كده كلمتين خفيف. كاتارل طبعا ده بيبقى في الميوكاس ممبرين، مايلد تايب جدا، مايلد يعني بسيط خالص. ميوكاس ممبرين طبعا الجزء اللي بيبطن الاعضاء الداخليه زي الجهاز التنفسي والهضم. البيست اكزامبل احنا حافظينهم كومون كولد او كورايز اللي هما البرد العادي. كاركترايزد باي بيبقى فيهم كميه اكسود مليانه ايه؟ ميوكس. وبالتالي الكاتارال انفلاميشن ده يا جماعه في السيل انجري مثال من امثله الميوكويد ديجنريشن، ميوكويد عشان في ميوكس كتير قوي. تحت الميكروسكوب طبعا الخلايا هتبقى متنفخه، بعض الخلايا هتفرقع. السب ميوكوزا البطانه الداخليه هيبقى فيها طبعا دم كتير طبيعي، هيبقى فيها اديمه، هيبقى فيها سيلر انفلتريشن اوف ليكوسايت. تخيل انت بتقرا الكلام هتحس ان الباثولوجي صعب، مع ان الكلام ده انت عارفه كويس. مش احنا متفقين هيبقى فيه ريدنس وهوتنس عشان في دم كتير؟ ما هاي بريميا يعني.
في سويلنج، ما السويلنج هيبقى اسمه اديم، في زياده في كرات الدم البيضاء فسموها انفلتريشن. انفلتريشن يعني معبيه المكان. فيا جماعه الالفاظ بس لما بتتكرر بتتكرر باسلوب تاني، لكن هو نفس الكلام، هو الريدنس والهوتنس والسويلنج والفانكشن. طيب السودو ممبرينس انفلاميشن، ما دام قلت في سودو ممبرين يبقى في ممبرين حقيقي، ده سيفير تايب بيبقى فيه حاجه شبه الممبرين، ممبرين لايك طبعا زي الديفيتيريا اللي اسمها ديفيتيريا بالعربي، والباسيلا الديزنتري. حكيت لكم في الحصه ان الديزنتري يعني التهاب في الجهاز الهضمي هينزل ميوكاس وبلاد في البراز في الاستول. خلاص الكوزيتيف بكتيريا بتتنيها عند البطانه، بتطلع اكسوتوكسين قوي قوي بيعمل باتشي ميوكوزال نيكوزي، يعني كتل ميته كتل ميته كتل ميته، فعشان كده لازم يكون سيفير تايب. طبعا كل ده احنا قلناه في الحصه. جروسلي هشوفها بعنايه العين المجرده، هتبقى الميوكوزا مليانه دم كونجستد، ما هي دم الريدنس والهوتنس، وهيبقى في يلو سودو ممبرين اللي هي الحتت الميته دي. خلاص والحتت الميته دي بتلزق في الاستراكشر اللي تحتها، ولو جيت تشيلها هتنزف، عارف انت بتلزق فتيجي تشيلها هتنزف، تيجي تقشرها هتنزف. تحت الميكروسكوب السودو ممبرين ده عباره عن ايه؟ فايبرين ثريدز، الفايبرين الاورجانيزم ذات نفسه، الخلايا الميته، الخلايا اللي جايه تتخانق اللي هم الناس اللي موجودين في المنطقه. ده نفس الكلام اللي هنقوله في البص، عارف انت الاورجانيزم من الناحيه دي، خلايا المناعه من الناحيه دي، الخلايا الميته من الناحيه دي، شويه كرات دم واقفه في النص وبتتفرج. واضح الكلام يا شبابنا؟ وطبعا برضو هيقول لك الصاب ميكوزا نفس الكلام، ما تقعدش تقرا تاني بقى، هيبقى في خلايا مناعه اهو وفي دم كتير اللي هو ريدنس وهوتنس وفي اديما اللي يسول. بعد كده بقى خلاص هنقول اكزامبلز بس. سيرس يبقى مليان فلويد، فلويد عامل زي الميه، زي ارتشاح البلوره، بلورا افيوجن او ابيدرمال بلستر في البرنس، افتكر ان هي زي الحروق. فايبرنس يبقى مليان فايبرين زي اللوبر نومونيا او الاكيوت بلورز. سيرو فايبرنس اللي بيحصل في السيرس ساكس زي في البريتونيوم كده زي في المننجيس. هيموراجيك زي السمول بوكس اظن انتم فاكرين، بيبقى فيرولنت اورجانيزم، قلنا في الحصه يعني ايه فيرولنت لو فاكرين اللي بتسمعه، يعني عنيف، يعني عنيف طبعا لدرجه ان هو بقى فيه بلاد زي النزيف، يسموها هيموراج، هيموراج يعني نزيف، زي سمول بوكس اللي هو الجدري. الرجيك يبقى الموضوع مليان كميه كبيره من الايزينوفيل بتاع الالرجي زي الارتكاريا، الارتكاريا اللي بتيجي في الظهر دي طبعا بتبقى نتيجه انجين انتي بودي رياكشن، اللي احنا كنا بنحكي ان لو في جسم غريب هبعت الانتي بودي يمسك في خناقه، فمكان الخناقه هيعمل احمرار شديد قوي. طيب السابيرتيف سيفير تايب اوف اكيوت انفلاميشن كاركترايزد باي فورميشن اوف بس، قد يكون برايمر من البدايه هو بادئ كده، او كان نوع من الانواع الخفيفه اللي قلناها وقلب بصديق. كوزيتيف اورجانيزم ستاف وستريبت طبعا دول هتاخدهم في المايكرو، جونو كوكاي والمننجو كوكاي. الباثوجينيسيس مهم يا جماعه بالنسبه لنا في الفهم، ان هتطلع بكتيريال توكسيك هتعمل وفاه للخلايا في النص، شيلوا الميتين اللي هنا، فاكرين احنا كنا بنقول في الحصه شيلوا الميتين اللي هنا. البكتيريا هتعمل كيموتاكسيس وتجذب كميه كبيره من كرات الدم البيضاء، بس ايه ده فخ، كرات الدم البيضاء هتيجي هتتخانق في الباتل في المعركه، فاللي هيموت ده هيبقى اسمه بصل، ومكان الخناقه ذات نفسه هيحصل فيه ليكويفاكشن يعني هيدوب ونفحفر. فاحنا كنا قلنا في الحصه حصل صديد، شويه ماتوا من هنا شويه ماتوا من هنا، شويه خلايا ماتت، كترت الخلايا اللي ميته فحفرنا وحطيناهم في خندق، حطيناهم في حبايه بيسموها الابسس. فلما اقول لي الصديد بيتكون من ايه؟ ليفنج وديد مايكرو اورجانيزم، شويه ماتوا من هنا، ليفنج وديد بوليمورف، شويه ماتوا من هنا، ليكوفايد نيكروتيك تيشو، شويه خلايا من مكان الخناقه مات، وناس بتتفرج خلايا دم وشويه فات، وانفلاتهم الاكسود ده كلام فارغ من الكتاب، لان هو اصلا ما هو اصلا كل اللي حصل ده كان اكسود، اكسود اللي هو منظر الخناقه يعني. طيب تايبس اوف سابريتيف قلنا ديفيوز ولوكالايز، نبتدي باللوكالايز. ابسس لوكالايز اريا اوف سابريتيف انفلاميشن او اريا كافيتي اوف بس، كافيتي فيلد اوف بس، حبايه مليانه صديد تشيلوا الميتين اللي هنا، اظن انتم فاكرين السبور. الاورجانيزم بنسميه بايوجينيك، اي حاجه بتجيب صديد قلنا في الحصه يبقى اسمها بايو. المثال في الامتحان اهو ستافلو كوكاي، افتكر الستافلو بتجيب لوكالايزد، الاستريبت هي اللي بتجيب ديفيوز، يبقى الستافلو بتجيب لوكالايزد. ليه؟ لانها طلعت كواجيوليز انزيم، كواجيوليز ده يا جماعه اللي هيطلع الفايبرين على الاطراف عشان خاطر ايه؟ يلم الموضوع وما يعني نعرفش ننتشر. سراوند اند لوكالايز. الباثولوجي فيها ثلاث مناطق، منطقه الفحفره يبقى سنترال كور اوف نيكروتيك تيشو اللي حصل لها ليكويفاكشن اللي انا عمال بدور فيه، واللي طلع منها البروتيوليتيك انزيمز هي الديد بوليمورفز اللي هو الصديد يعني. ابسس كافيتي، ما انا فضلت افحفر لغايه ما عملت ابسس والصديد في نصها، فكده غطيته بممبرين بيسموه بايوجينيك ممبرين او ابسس ممبرين.
اللي احنا شبهنا بيه قبل كده ان كان فيه سودو ممبرين حاجه شبه. طيب الموضوع هيخلص على ايه؟ الفيت اوف ابسس نهايتها ايه يعني؟ لو الابسس نوت ايفاكويتد ما تفضاش هيفرقع وهيعمل منطقه، عارف انت اللي هي بتبقى مخدره كده، منطقه في النص دي عند الليست ميكانيكال ريزيستنس، يعني بالبلدي هتبقى حبايه بس في نصها اضعف حته اللي انت ايه بتفرقعها. لكن لو هو ايفاكيتد الحمد لله السويلنج سبسايد هينتهي التنفخه خالص، الكافيتي هتتدمر خالص كانها ما عادتش موجوده، وهيعمل هيلينج باي جرانيوليشن تشو، يعني هيطلع هينشف بالبلدي زي ما بيقولوا كده، جرانيوليشن تشو ده اللي هو هينشف، هيبقى محبب، هيبقى محبب وهينشف. طيب كومبليكيشن اوف هيلينج، الموضوع من الفحفره ممكن يحصل ألسر، حته اتاكلت من الابيثيليا من اسمها قرحه. طب الفحفره زادت بس ما فتحتش جوه، لو فاكرين كنا بنقول في الحصه ورسمينها ازاي، ساينس، ساينس يعني بلايند اند. طب فتحت من ناحيتين بقى اسمها فيستولا، بيقولوا عليها انها تراكتوس تو اوبننج، عندها تو اوبننج، اوبننج على السطح واوبننج جوه. الموضوع كان اكيوت وطول والخناقه طولت، يبقى كرونيك هينتشر، واحنا قلنا الانتشار يا اللي حواليا اللي بعيد، اللي بعيد عن طريق الليمفاتيك، وقلنا ده حرامي رايح استخبى في الاسم، يعني انت فورين بادي جاي تلف في الليمف يهبل، فبالتالي هيحصل عليه التهاب، ليمف انجايتس التهاب في الليمف فيسل، ليمف ادينايتس التهاب في الليمف نود. تنتشر في الدم اللي هناخدها لسه في حصص قدام، تعمل توكسيميا او سبتسيميا او حتى بايميا. طبعا ثرومبوفليبايتس يا شبابنا يعني ايتس طبعا يعني انفلاميشن، فليب يعني وريد، وثرومبس يعني جلطه. جلطه في الوريد وكمان هتتسبب في انها فورين بادي يحصل التهاب، بس طبعا مش مهم اللفظ دلوقتي. طيب ده الابسس. لو ابسس في هير فوليكل او سبيشس جلاند يسموها بويل اور فرانك، لو ساب كوتينيوس تحت الجلد يسموها كاربانك، خاصه في الباك اشهر مكان للكاربانكلز في الباك، بس ما بتبقاش واحده، ده بتبقى مالتيبل زي ما انت شايف في الرسمه كده، مالتيبل وفاتحين بره اهو عند مكان الشعر، فبقولوا عليهم ساينس لان انا بلايند اند اهو، لان انا مقفول من جوه اهو. خلاص طبعا دي مشهوره في اللي مناعتهم ضعيفه زي مرضى السكر اللي مش مظبطين السكر، فاسمها كاربانك. طبعا انا مش هلم، احنا هنكلمها تسجيل قرايه، طبعا احنا بنلم في تسجيلات الشرح والمراجعه ان شاء الله. طيب الديفيوز اسمه فليجمينيس، طبعا ديفيوز يبقى هيحصل في السبكوتينيا ستيشن نسميه سيليولايتس، او في الميوكاس ممبرين زي الابندكس. طبعا السبب ده سؤال امتحان الاستريبت، طب ازاي دوبت الاسلاك الشائكه زي ما كنا بنقول في الحصه، دوبتها طلعت هايلورونيديز او فايبرينولايسي اللي بيدمر الاسلاك الشائكه الفايبري. سيكولي، سيكولي يعني الفيت يا جماعه، وده سكيما احنا قلناها هنثبتها على المنهج كله من اوله لاخره. لو كان اكيوت جود فيت وباد فيت، الجود فيت الاول ريزوليوشن ان شاء الله او هيلينج. لو الموضوع مايلد بسيط او المناعه كويسه ريزيستنس او الاميونيتي كويسه خلاص يحصل هيلينج ان شاء الله ربنا ييسر، او ريجينريشن كل حاجه ترجع زي ما كانت. طب الباد فيت يحصل له كومبليكيشن، او لو كان اكيوت يتحول لكرونيك، او يحصل سبريد، السبريد دايركت للي حواليا للسراوندنج، كنت في عضو اروح للي جنبه، او اللي بعيد عن طريق الليمف قلناها وعن طريق البلد قلنا. خلاص كده يا شبابنا، طبعا احنا ختمنا باخر الحصه الصفحه بتاعه 36 ان الكرونيك طبعا عارفينها ان هو ممكن يبقى كرونيك من البدايه او اكيوت ويطول، مقارنه ما بينهم وذ لاف زي ما متعودين في الباثولوجي. الاكيوت يعني ايه اكيوت؟ اكيوت اونست شورت ديوريشن، بيبقى فيه ريدنس وهوتنس، فازو دايليشن وهايبريمي، بيبقى فيه اكستت خلايا المناعه الاساسيه بوليمورف نيوكليار ليكوسايت، ريدنس هوتنس سويلنج، فيفر ليكوسايتوزس، اللي هم كل الاعراض ده مش موجود هنا. طبعا مش هفضل عندي ريدنس وهوتنس ولا فيفر شهور وسنين، وخلايا المناعه هنا بوليمورف، خلايا المناعه هنا اي حد تاني بالذات البلازما سيل، فالموضوع في منتهى البساطه. خلاص اتمنى كده الدنيا تبقى ان شاء الله سهله، واحنا بنقرا من الكتاب او حتى من الكتاب الخارجي ان شاء الله باذن الله هعمل لكم قرايه لكل شابتر باذن الله.